أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اليوم سألناك الرحمة يا رب العالمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان الخالق سبحان من خلق فأحسن. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. سبحان العليم الخبير سبحان العليم الخبير سبحان العليم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أكبر. يدعو سؤال الله كده يعني الشعر
سعد بن الشيخ سعد أكرم على قبر النبي في بلاد كده وممنوع قصة إن شاء الله. قل تعلمون الله بدينكم قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم
الصحة يا رب. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله الله أدين يا حول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله أكبر. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. يمنون عليك أن أسلم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله الله
Amen.
أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى
السماء فوقهم كيف بنيناها الله
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي أفأينا بالخلق الأول كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
تفضل. ايه ده يا اخي؟ ده ايه يا اخي الجمال ده والله؟ نعم يا سيدي. ايه العظيم ده؟ الله الله الله. يا سلام. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. والله العظيم الجزء لقد خلقنا في سنة تانية. صدق الله العظيم.